ينضم إلينا الآن من بغداد المحلل السياسي الأستاذ محمد نعناع. أهلا بك أستاذ محمد. إذا ضربة غير متوقعة، ردود أفعال متضاربة كما أشار التقرير كأنها إعلان حرب، هل ستكون هذه الحرب على أرض العراق كما يتخوف العراقيون، أم أن إيران ستختار الرد كما أشار خيمائي ربما أو خامنئي ربما في تغريدته بأن الرد سيكون حاسما وواضحا؟ هل سترد إيران بنفسها أم عبر حلفائها في المنطقة؟ مساء الخير، شكرا جزيلا. لا يمكن أن يدرك الرد مكانه ونوعيته أو طبيعته. أمر صعب أن نقرر من الآن أن الرد الإيراني سوف يكون بهذا الشكل. في العراق لربما يكون محرج الرد إذا كانت ترد إيران في العراق، فمن المتوقع أن ترد في أماكن أخرى. الساحات مفتوحة وأصبحت متقاربة، والذين اغتيلوا ليسوا فقط عراقيين أو إيرانيين، وإنما حتى هنالك كوادر لبنانية. التصعيد الخطير بعد هذه العملية لابد أن لا تستتبعه أي إجراءات أحادية أو منفردة أو انتقامية أو ميليشياوية، لابد أن يكون ردا يساهم في تهدئة الأمور. تحديدا نحن في العراق لسنا بحاجة إلى المزيد من التصعيد، وعلى المعنيين كما وصفتهم المرجعية بأن ينصاعوا إلى العقل والحكمة، وأن تكون هنالك قرارات بمستوى مصلحة البلاد. نعم. وتحركات بمستوى مصلحة البلاد. شخصيا لا أتوقع بأنه هنالك من يتوقع بأن الرد الإيراني مفهوم ومدرك وأين سوف يكون، لأنه الحالة راهنة وما زالت قيد التفكير. طيب. وبالنتيجة يحتاجون إلى أن يستوعبوا الصدمة أولا، ومن ثم يفكروا، لأنهم أولا وأخيرا سوف يردون، لكن الشكل الذي سوف يردون به لحد الآن غير يعني متوقع. هناك أصوات تتعالى حاليا وسط الطبقة السياسية العراقية بأن ما حدث هو خرق للسيادة العراقية، هل تعتقد بأن أي رد مقبل سيكون على شكل تحالف ربما بين إيران وبين وكلائها في المنطقة، خصوصا مع وجود هذه الأصوات؟ من المحتمل، يعني لا نستبعد أن يكون هنالك ردا إيرانيا بمساعدة حلفائها في المنطقة، سواء الفصائل العراقية أو النظام في سوريا أو حزب الله في لبنان أو أنصار الله في اليمن. كل هذه الأمور هي متوقعة، ولكن الإيرانيون يدرسون الآن الحالة، وإذا لاحظتم بأن هنالك ثمت محاصرة وعزلة لإيران حتى من المواقف الدولية الأوروبية، ومما يدعوها إلى أن يكون موقفها محسوبا بدرجة كبيرة جدا. نعم. فمثلا ليس متوقعا أن يكون الرد حول المصالح الخليجية، جربت في أرامكو ويعني صارت مشكلة كبيرة جدا، والسايد افكتس بخصوصها يعني مستمر لحد هذه اللحظة. الذي تريده إيران هو أن يكون هنالك رد وعنده تتوقف الحرب بين الطرفين، هذا ما أعتقده، لأنها محرجة بشكل كبير جدا. نعم. الأمريكيون الآن قدموا أعلى مستوى من استهداف. نعم. إيران، لكن إيران تفكر بأنه يكون الرد في صالحها ولا تلام عليه ولا تعزل أكثر ولا تحاصر أكثر، وترضي أيضا الأطراف التي شعرت بأنها أضرتها، مثل الوضع في العراق، الحكومة العراقية. نعم. المرجعية الدينية في النجف الأشراف، هذه الأمور تأخذها كلها بالحسبان. نعم، ما أشرت إليه حقيقة أمر مهم جدا، يعني أن تحفظ إيران أمام حلفائها في المنطقة حق الرد، وأن تكون جاهزة لحمايتهم كما أشرت إن تعرضوا لخطر. سيد محمد، هذه الحادثة التي جرت على أرض العراق لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تعزل عن الحدث العراقي اليوم والتظاهرات التي انطلقت منذ أكتوبر الماضي. بوصلت التظاهرات بعد هذه الحادثة الكبيرة على مستوى المنطقة إلى أين برأيك؟
إذا كان هنالك وعي في هذه التظاهرات التحرير، أقصد تحديدا يعني لا أعدم التفكير بتظاهرات أخرى، ساحات أخرى، التربية في كربلاء، الحبوبي في الناصرية وغيرها، لكن أركز على التحرير لأنه يعني هو الجسم الأكبر والمؤثر الأكبر في الحركة الاحتجاجية. إذا كان هنالك وعي فيه لابد أن يجنح نوعا ما إلى التسليم أكثر، السلم أكثر، التهدئة أكثر، ويراهن على أنه حقق جزءا من المكاسب السياسية بتشريع قانون، بقرار مفوضية، بالمواقف المتضافرة حول انتخابات مبكرة، وفي الجوانب الخدمية بأنه هناك حزمة إصلاح الكثير منها يعني يجري تنفيذه. فأعتقد بأنهم لا يعلوا الموج وإنما ينحنوا جزئيا للعاصفة. طيب. ويعتبرون أن ما حصل نصر لهم ليس بخصوص العملية وإنما بخصوص ما تحقق من مكاسب جزئية، ويؤجلوا حالة التقييم الشامل إلى مرحلة مقبلة يكون فيها الوضع مناسب وأهدى وأكثر راحة. طيب. من الوضع الذي نعيشه الآن. سيد محمد، هناك جدل كبير جدا يجري حاليا عن المتسبب ببداية هذه الأسماء، من بداية ذلك عندما قصفت كيوان في العراق، لكن يعني هذه خلط الأوراق. هل تعتقد بأن كل من واشنطن وطهران بغض النظر عن المسؤول بتسبب هذه الأزمة نجحوا في خلط الأوراق مرة أخرى على أرض العراق، بينما كان العراقيون والمتظاهرون على بعد خطوات قليلة من حصد ثمار المظاهرات؟ كانت نتائج ومخرجات التظاهرات والحراك الاحتجاجي بمجمله أقرب إلى مصلحة أمريكا منه إلى إيران. فالعملية أنه من استهدف من ومن الذي بدأ بمن، هذه قضية يعني سالبة بانتفاء الموضوع، لأنهم يتحاربون منذ أن دخلت أمريكا إلى العراق منذ 2003. صحيح خاضوا بعض جولات التفاوض مثلا بعد تقرير بتراس وكروكر الربع الأخير من عام 2007 وتحسنت الأوضاع وتكللت وتوجت بشكل إيجابي بين الطرفين باتفاق عام 2012 والملحق اللي فيه وحوارات جوزيف بايدن مع جواد ظريف وغيرها. نعم. ولكن بالمجمل تراجع الأمر بعد أن حاولت أطراف ومنها الولايات المتحدة الأمريكية تغيير معادلة السلطة في العراق بشكل من خلال التظاهرات وغيرها وحتى من خلال تشريع القانون بأن يكون هنالك واقع سياسي جديد. نعم. ترفضه الأطراف السياسية الحاكمة وكذلك الميليشيات والفصائل، مما يعني أن إيران غير راضية بالمجمل على وضع تصنعه أمريكا للعراق مستقبلا. لكن يجب هنا التنويه أن التظاهرات التي خرجت في العراق كانت منذ الأساس مطلب عراقي وطني أساسي. سيد محمد نعنع كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.